الفقه يا ما. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله في برنامج الفقه يمان، نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام التي على الشاشة وستظهر تباعا، ويتفضل بالإجابة عليها فضيلة الشيخ القاضي الدكتور أحمد عطية عضو هيئة علماء اليمن. حياك الله قاضي. حياكم الله. أهلا. أم أحمد، طيب نأخذ معنا أول معنا متصل بعد الفاصل. لمياء من صنعاء، تفضلي يا لمياء. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. علينا وعليكم إن شاء الله. معي سؤال واحد. تفضل يا أختي. السؤال الأول، أبي هو معه في مثلا في جيبه فلوس، مثلا هو مقصر علينا ونروح يعني نروح ناخذ الفلوس من جيبه من دون ما يعرف، أمي اللي تقول لي وأنا بروح ناخذ، يعني هو يجوز ولا تعتبر سرقة ولا أصلا مقصر؟ أنت تأخذيها لك ولا لأمك؟ لأمي وبعض الأحيان لك. طيب كيف، إيش نوع التقصير؟ يعني مثلا أمي تحتاج حاجة ولا تحتاج أي حاجة من البيت ولا حاجة بما يخص البيت أو زيادة على النفقة؟ لا، بعض الأحيان البيت وبعض الأحيان هي تحتاج هي حاجات. طيب تسمعين الجواب يا لمياء. يلا جزاكم الله خير. إياكم إن شاء الله. طيب أم أحمد كانت تسأل عن قطع الرحم، ولديها أخ ربما هاجرها لسنوات، رغم أنها حاولت أن تصله وذهبت إليه وتسامحت منه، لكنه أصر على موقفه، ويعني هي توصله وهو يقطعها. أسرع طريق إلى قطع الرزق وقطع العمر هو قطع الرحم، لأن الحديث يقول من حب أن ينسأ له، يعني يطال في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. مفهوم المخالفة في الحديث انه اذا حبيت ان يقصر الله عمرك ويقطع رزقك اقطع رحمك، عكس مفهوم المخالفة. واحد. اثنين، ان الرحم هي الشيء الوحيد الذي تعلق بعرش الرحمن، وقال هذا مقام العائذ منك، فقال الله ايكفيك ان اصل من وصلك واقطع من قطعك؟ قالت يكفيني، فينتظر قطيعة الله عز وجل. وقد يكون تصل الرحم هذا لكنه يجفوك ويسيء إليك. فنعود إلى الحديث الآخر، أن رجل قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، خيري إليهم نازل وشرم لي صاعد. قال النبي إن كنت كما تقول فواصل برهم فكأنما تسفهم المل، والمل الرماد الحار. وعلى هذا لا يجوز بحال من الأحوال مهما جفت الرحم على المسلم أن يقطعها. تخيل إخوة أعرفهم جيدا في كثير من المناطق يقطع عمته أو خالته أو أخته أكثر من 10 سنوات. أي قلب هذا؟ هذا قلب قدة من حجر، قلب قاسي. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، لا يدخل الجنة قاطع رحم، الحديث يقول هكذا. صحيح. نعم. جزاك الله خير. سنأخذ أم محمد من صنعاء ونعاود. أم محمد تفضلي. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم إن شاء الله. علينا وعليكم إن شاء الله. أبى أسأل الشيخ لو سمحت. الشيخ معك تفضلي. ما حكم الصلاة على شيء مرتفع؟ على الشيء المرتفع؟ أيوة، على حاجة مرتفعة يعني كنبة أو سرير يعني. تسمعين إن شاء الله الجواب. يلا جزاكم الله خير. وإياكم. طيب يا شيخ، يعني بخصوص هذا وعلى عجالة بسؤال أم أحمد في قطيعة الرحم، بنت العم وبنت الخال هل تدخل في ضمن الأرحام؟ هي من ذوي الأرحام في الصلة في المال، نعطيها من الزكاة، نعطيها من الصدقة إذا كانوا فقراء، لكنها تختلف عن الرحم القريب الذي يصبح يعني تصبح له محرم أنت. بنت العم لست محرم لها. بنت خالك لست محرم لها. نعم. بنت جدك لست محرم لها. هؤلاء لهم حق الصلة منك لأنهم أولو الأرحام، لكن أيضا بالمقابل لا يجوز أن تختلي بهم أو تسافر معهم. كيف يوصلون؟ يوصلون عن طريق أهلك وعن طريق أقاربك. أو تذهب إليها للبيت، لا حرج، خصوصا الكبيرة في تدعوها يا فلان كيف حالك يا أم فلان، كيف صحتكم، كيف أموركم، خذوا هذا الصلة ما في مانع. لكن قضية السفر هذا شيء آخر.
جزاك الله خير. تسأل أم محمد أيضا عن من أكل من شرب وهو ناسي من غير عمد. هذا كرامة من الله عز وجل، من أكل وشرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن فيها لفتة، لما نقول ناسيا أخذ الإناء قال بسم الله هو ناسي، شرب جاء واحد ذكره قال أنت صايم صايم، قال نعم أنا صايم، كمل الإناء كامل وبعدين قال أنا شربت ناسي. لا، مجرد ما تذكر وقف، هنا تدخل في منطقة الحظر. لكن بعد يواصل يكمل يقول هذا أنا قدني ناسي، لا. بعضهم يزعل يقول له مالك ذكرتني، خلينا نكمل. كملها، يأكل وجبة كاملة. مصطفى من صنعاء يسأل عن استخدام المعجون، هل يفطر؟ المعجون هو ليس مفطر بحد ذاته، لكن قد لا تأمن نزول الرذاذ والمادة حقه في الجوف، ولهذا أنا أكره، أرى أنه يعني يكره مسألة المعجون في نهار رمضان. وإذا احتاط على نفسه وأمن عدم دخول أي شيء لا حرج. لا حرج. مصطفى أيضا يسأل على أنه يشرب الماء مع بداية الأذان، هل إن كان هذا ديدنه عادة معتادة عنده فلا يجوز، لأنه الأفضل أن يعمل فاصل. لكن إذا فوجئ أنه ما صح إلا متأخر وشرب، فقد بينا في الحلقات الماضية أن النبي قال إذا سمع أحدكم النداء وفي يده الإناء فلا يضع حتى يقضي حاجته منه. فضل إبراهيم من صنعاء يسأل، وهذا السؤال نسيناه احنا الأسبوع أو قبل أيام، هل يليق أن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل أنه أخطأ بهذا اللفظ؟ إذا اتفقنا جميعا أن النبي معصوم فإن العصمة تتنافى مع الخطأ. ونحن متفقون، ونحن متفقون أنه معصوم، ولا يوجد أحد بعد محمد عليه الصلاة والسلام معصوم، والخطأ لا يعتري إلا من هو ليس عرضة للعصمة. هذا شيء. الشيء الآخر أن ما ورد من آيات وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، وما ورد من آيات أخرى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا في عبس وتولى أسرى بدر هو يا أيها النبي اتق الله، مثل هذه الخطابات لا تجعل النبي في موطن الخطأ، وإنما هذه خطابات توجيهية من الله عز وجل للمعصوم عليه الصلاة والسلام. أما قضية الخطأ أننا نتجاسر ونتجرأ أن نقول النبي مخطئ، هذا ننزل هذه الهيبة العصموية التي أعطى الله عز وجل هذا النبي، هذا غير صحيح. نقول اجتهد النبي، فعل النبي، عمل النبي، لكن أخطأ، هذا يتنافى مع العصمة جملة وتفصيلا. كيف نميز بين البشرية؟ يعني والله عز وجل يقول أنه بشر وما أرسل يعني من رسول إلا بشر مثلنا، ثم أيضا العصمة، هل هناك أي تعارف؟ في مواطن التشريع هو معصوم، وفي مواطن البشرية معصوم بالوحي، وفي مواطن البشرية معصوم بالله عز وجل، لا يقع في خطيئة، فلم يقع لا في جاهليته ولا في إسلامه، لا في كبير من الكبائر ولا في صغير من الصغائر. فهو معصوم في الحالتين، معصوم في التشريع بالوحي، كلامي واضح، معصوم في التشريع بالوحي، نعم، ومعصوم كونه بشر من الله عز وجل ألا يقع في خطأ ولا في خطيئة. كيف تفسر مثلا مسألة التأبير للنخل التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها فلم يؤبروا فلم تثمر هذه التأبير، فقال أعلم بأمور، أعلم بأمور، تدخل في باب الاجتهاد، الاجتهاد فقط. لكني لا أقول لو مثلا ما وافق التأبير لموسم أقول النبي أخطأ، لا، لأنه ليس في موطن تشريع. ثم أنه عندما أعطى رأي فالرأي لا يعتبر خطأ، الرأي مجرد اجتهاد. يسأل فضل إبراهيم أيضا عن يعني اللفتة القرآنية عندما يقول الله عز وجل وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، الالتفاتة من خطاب الغائب إلى الخطاب المباشر. نعم، الذي نزل عليه إنك، هذا الخطاب مقولتهم التي يرددونها أنه مجنون، فأراد الله عز وجل أن يلفت انتباههم أني لن أقوله على نبي في هذا النص، فأبعد عنه التهمة تماما مع أنها مقولة ينقلونها. مثله مثل نقل النبي عليه الصلاة والسلام عندما نقل لنا وضع عمه أبو طالب، فقال دخلت عليه ودعوته، فآخر المطاف بعد أخذ ورد بين النبي وبين عمه قال هو على ملة عبد المطلب، ما قال النبي أنا على ملة عبد المطلب، ما قال رواية عنه، ما قال على عنها حكاية، عنها حكاية، مثل ما قال الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الحكيم، هي حكاية نقل. لكن مع هذا كله لأن اللفظ
عظيم عند الله عز وجل لم ينقله لم ينسبه إلى نفسه وإن كان حكاية على الغير. فقال فلم يقل إنه لمجنون تنزيها للنبي صلى الله عليه وسلم ونقله إلى الكفار على لسانهم، تنزيها للنبي من مجرد الاتهام فقط. جزاك الله خير. نعم. معنا علي الضياني من عمران، سنعود إلى لمياء وأم محمد. علي تفضل. علي تفضل. الشيخ معك، ضع سؤالك لو سمح. علي الضياني. أيوة. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. ورحمة الله. الشيخ معك تفضل لو سمح. يا شيخ، ما حكم الزكاة يعني واحد مع محل ما تعرف 450 ألف يعني نصها دين والنصف الباقي من الضمان؟ طيب كم لها التجارة هذه؟ يعني لها ما قارب 4 سنين. 4 سنوات. طيب تسمع الجواب. يعني نص دين عندك للآخرين. يعني زكاته على الدين. دين لك أم دين عليك؟ دين لي ودين علي طبعا. طيب. لمياء من صنعاء يا شيخ كانت تسأل على أن أبوها أحيانا يترك في جيبه فلوس وتأخذ من هذه الأموال من غير علمه وهي وأمها. وهذه ربما من المسائل التي تتكرر كثيرا وتريد أن تستفسر هل هذا من حقها أم يدخل في إطار السرقة، خصوصا أنها أشارت على أن هناك نوع من التقصير. هي تختلف المسألة من حيث أخذ المال للضروريات والتحسينيات تماما. نحن من حيث الأصل ورد حديث واضح أن زوجة أبي سفيان شكت إلى النبي من ما يحصل عليه، فأذن لها النبي أن تأخذ شيئا من مال زوجها لحاجتها. نعم. لكن أخذ المال من أبي سفيان لم يكن للضرورات، أحيانا قد تكون جميع مقومات البيت موجودة من سكر من أرز من بر من مواد غذائية، يبقى موضوع التكميلات. إذا كان الرجل ظرفه المادي لا يسمح والمرأة والبنت تريد أن تذهب إلى السوق وتأتي بحمال يعني بحمل حضب من هذه التحسينات وهذه الكماليات قد تستهلك فيها 20,000 30,000 50,000، والرجل يجمع هذا المال من أجل يكون للبيت، في هذه الحالة إذا كان خارج يعني دائرة المعقول عبثا أو نوع من الإسراف في التحسينيات والتبذير لا طال منه فلا يجوز أن تأخذ هذا المال. وإن كان التقصير من الأب فيما هو ضروري في القوت في الغذاء وأخذوا حاجتهم من جيبه فالمسألة لا حرج قياسا على أبي سفيان، فلا تأخذ على ظاهرها ولا تأخذ على إطلاقها بل فيها تفصيل عادة. لأننا لو أطلقنا الحكم الشرعي سنترك مجال للمرأة والبنت والولد ويصبح هذا الأب عرضة للابتزاز الكل، وأنا أول من بعاني منها أنا المفتي، بعدين برجع البيت الليلة وإذا قصرت في بعض التحسينات سيأخذوا كل ما في جيبي الطالعي والنازلي، فلا نريد هذه القاعدة تعمم حتى لا تشمل المفتي والمستفتي. شيخ هو في الحقيقة مش من 20,000 وهذا الحدود، يعني عادة ما يأخذ 1,500 400 200 مما تبقى في جيب إذا كان يعني ما تبقى مثل حق الشبس وأشكاله لا حرج. لا حرج. نعم. ستفتح الباب الآن إلى الآلاف بعد الشبس. أم محمد من صنعاء حكم تسأل معنا أيضا على الهاتف. طبعا أم محمد من صنعاء سألت عن حكم الصلاة على الشيء المرتفع. معنا أم محمد من صنعاء، أم محمد أخرى تفضلي. أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ قال الشيخ لو سمح. الشيخ معك تفضلي. زكاة الناس حدد لي لو سمح كم هي؟ بالنقود أم بالنقود وبالآلاشن هذا؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. لو سمح نحن مننا 8 أفراد وحالنا لا بأس. حالة الوالد لا بأس يعني. أنت تسألين في إطار زكاة النفس يعني زكاة الفطر تسمى. أيوة أيوة زكاة النفس عن 8 أفراد. طيب تسمعين الجواب إن شاء الله محمد. يلا إن شاء الله. أم محمد الأولى من صنعاء كانت تسأل يا شيخ عن حكم الصلاة على الشيء المرتفع سرير وكنبة ونحوه. يجوز ولا في أي مانع شرعي ما دام يعني فيه نوع من القساوة حتى تطمئن أن يعني أعضاء السجود كلها قد وضعت في مكانها الصحيح ما في حرج.
وإذا كانت في إطار جماعة مثلا فيصلي أحد المأمومين في مكان مرتفع على الإمام أو الإمام في مكان مرتفع عن المأمومين. إن كان هذا المكان المرتفع من أصله يدوم مرتفع أصلا ما في حرج، وإن وضعنا هذا المكان المرتفع لشيء اعتقاد في النفس فلا يجوز. جزاك الله خير. علي الضياني من عمران يسأل أن لديه محل له قرابة 4 سنوات، ضماره كله أو كل ما فيه قرابة 450,000، نصفها دين والنصف الآخر رأس مال، دين له ودين عليه. هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان المراد بالدين الذي عنده للناس فإنه أصبح في دائرة ملكه وتجارته، وعليه أن يزكي ما هو ملك له في الدكان وما هو دين عنده للآخرين، لأنه أصبح بضاعة وسيشددها يوما ولو طال، أصبح ملك. وأما الدين الذي عند الغير فله حالتان: أن كان الدين ميؤوس منه ما عاد بايزي إطلاقا، بده بينقل الأسماء من دفتر لا دفتر، كل ما بلي دفتر نقله الدفتر اللي بعده، مرت عليه سنين فلا يزكيه حتى يستلمه في العام الذي استلم فيه، يستلم هذا العام يعطي زكاة هذا العام. وإن كان الدين ميسور يعني متى ما طلبه من صاحبه سيعطيه إياه فيزكيه كل عام، لأنه كأنه أصبح في دائرة ملكه وإن كان عند الآخرين. جزاك الله خير. أم محمد من صنعاء كانت تسأل عن زكاة الفطر، يسموها أيضا زكاة النفس، وهم 8 أفراد، كم عليهم؟ نحن قد بينا أنه الأفضل في زكاة الفطر أن تخرج من القوت، سواء كان من بر أو شعير أو تمر أو تمر أو زبيب، هذا كله قوت. والمقدار صاع، والصاع 3 كيلو عن النفس، والكيس الذي يحتوي على 50 كيلو يجزي عن 16 نفس. فهؤلاء الثمن لنفس عليهم نصف كيس بر قدره 50 كيلو. جزاك الله خير. نعم. أم محمد من صنعاء، كلنا نحب محمد رسول الله ولذلك اللهم صل وسلم عليه. أم محمد تفضل يا أم. قطعت. طيب أنا كنت يا شيخ أريد أن احنا نفصل شوية في موضوع أخذ الفلوس من الزوج من غير إذن، لأنه النساء يشتكين يا شيخ والأزواج أيضا يشتكون، فلا بد من ضبطها. يظهر يا مختار أنك اللي تريد تفتح لنا باب جهنم علينا في هذه الحلقة. لو فتحنا هذا الباب الآباء سينقبون ويغضبون. وأيضا ليس كل النساء حريصات على أموال أزواجهن، هذه حقيقة، وتختلف الضروريات في نظر الشخص. ليس كل النساء حريصات، بعض النساء تريد أن تمحق زوجها، وبعض النساء قد تكون ضرة لامرأة أخرى، فتقول فرصة قد جيت من الشرع أن يأخذ من جيب زوجي، ويمكن لا تبقي ولا تذر لزوجها، وبعدها تصبح المسألة فوضى. مسألة الراتب أيضا المحدد للرجل أحيانا 60,000 70,000 يلا يمشي معاه لآخر الشهر، فيريد أن يضبطه إلى آخر العام. لهذا نحن نضغط على الآباء وندعوهم أن يتقون الله عز وجل في رعاياهم، في الزوجة، في الأولاد، في البنات، بأن يعطوهم العيش المعقول والسكن المعقول والمشرب المعقول، حتى لا تكون المسألة فيها لا إفراط ولا تفريط، ونأخذ بمبدأ الوسطية والاعتدال في هذا الجانب، لا نأخذ بمذهب أبي سفيان في فتح الباب على عواهنة، ولا نأخذ بمذهب السائلة التي تجعل هذا الجيب حق الزوج بنكا مفتوحا تأخذ منه متى ما أرادت. السائلة تقصد أي سائلة؟ السائلة. نعم. عبد الله العنسي من القيسي، عبد الله القيسي من أبو ظبي، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. رمضان كريم علينا وعليك يا أخي. يا أخي العزيز، أتمنى لبرنامج، جزاكم الله ألف خير عن البرنامج هذا. وألف خير لك إن شاء الله. فسمعت الشيخ يتكلم بالنسبة للزكاة بالنسبة للسلاح، أنا كنت أبغى أسأل عن، تعرف أهل اليمن كلهم كل واحد عنده قطعة قطعتين سلاح في البيت، فأبغى أسأل عن الزكاة، في زكاة عن السلاح أو الجنبية أو ما شابه ذلك. الجنبية أحيانا تكون ثمينة، والجنبية بمليون. أيوة طبعا تكون جنبية ثمينة، وطبعا ما أعرف، وتكون أكثر من جنبية، وتكون أكثر من قطعة سلاح. نعم، تسمع الجواب إن شاء الله يا عبد الله، تفضل يا شيخ. بالنسبة لموضوع الأسلحة التي ذكرناها، أنا أقصد الأسلحة المعروضة للبيع والشراء في الأسواق اليمنية، اللي هي الأسلحة التي تباع في السوق. أما السلاح الشخصي والجنبية الشخصي فلا زكاة فيها إلا إذا عرضت للبيع، أما إذا كانت الاستخدام الشخصي
فإنها لا زكاة فيها، لحديث ورد في صحيح الإمام مسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وكان للنبي سيف فيه شيء من الذهب، ولعمر كذلك، وكان مع الصحابة أسلحة تختلف من الدروع إلى التروس إلى الرماح إلى النبال، ولم يثبت أنهم كانوا يزكونها. وكذلك الجنبية نفس الحكم، فما هو مستخدم شخصيا لا زكاة فيه. وبعض الجنابي شيخ تصل لعشرات الملايين ولو مئة مليون، ما دامت مستخدمة هي مثل سيارة البيت ومثل أدوات المطبخ. ولماذا لا تقاس على على ذهب المرأة مثلا؟ ذهب المرأة احنا بينا من ضمن الأدلة أنه ملبوس ومستعمل، وأقسنا عليه كل شيء. لكن بالنسبة لذهب المرأة اللي قالوا بالزكاة، لم يقيسوا السلاح عليه، لكن أوجبوا الزكاة على حلي المرأة كون أحد النقدين. لكن الجنبية لا هي ذهب ولا فضة ولا هي أحد النقدين، وما يعتريها من بعض الجنيهات هذه مجرد زينة فقط. جزاكم الله خير يا شيخ. طيب يعني نحن نعتذر للإخوة المشاهدين لأنه في واحد من الاتصالات أو من التليفونات هناك خلل بسيط في هذا اليوم. أيضا نطلب من الإخوة يعني أن يفرقوا بين برنامج الفقه يمن وبين البرنامج المسابقاتي هذا اليمن، وإحنا مضطرين نحن نضع هذه الأرقام لظروف خاصة بنا. شيخ كلمة أخيرة إذا تود تقولها. نعم، أود من الإخوة الكرام أنه لا نجعل من هذه الفتاوى التي نسمعها في القنوات الفضائية كالمزاد العلني في السوق، وهذا أمر مؤسف عند كثير من المستفتين. أحيانا المستفتي كأنه بيبحث عن علبة صلصة ولا علبة حليب في دكان، من يعطيني أرخص؟ هذا الدكان غالي بروح للدكان. هذا فقه وهذا دين. الأصل إذا اتصلت في عالم وسألته في مسألة ما وأنا أثق في دينه في علمه وفي أمانته ألا أكرر مثل هذه الأسئلة. لأنك تلاحظ الآن مثل هذه البرامج الفقهية موجودة في عدة قنوات فضائية، فتجد واحد يسأل هنا مثل على قناة سهيل، وربما يسأل عالم في ما يعجبش السؤال هذا يروح يستفتي فيه، يروح السوق الآخر، أصبحت هذه الفتاوى مجرد أسواق، مزاد علني، من يعطي أكثر من يعطي أقل. نحن لسنا في أسواق، نحن في موطن تشريع، في موطن توقيع عن الله عز وجل، في موطن إظهار رأي شرعي. إذا اتصلت بعالم أو فقيه أو مفتي أو قاضي وسألته وأنا أثق في كلامه وجاءني بالدليل، أنا أرى ما عاد شي داعي نسأل مرة أخرى حتى لا نبقى في دوامة، لأن هذا بيعمل عند الناس اضطرابات. هو ده المفتي اللي في قناة كذا قال كذا، والمفتي اللي في قناة قال كذا، وأصبح المكلف المسلم مضطرب في هذه المسائل ويقول هذا تناقض، والدين ليس فيه تناقض. لما تجمع هذه الفتاوى من كل هؤلاء العلماء تجد أنها في قالب واحد وكلهم من رسول الله ملتمس. وتأخذ قلت بمن اطمأنت إليه نفسك أو وثقت بعلمه بدينه، أخذ برأيه خلاص أقف إلى هنا، وهذا هو المعمول. وأتعبد الله بهذا، وكان معمول بهذا حتى في تاريخ السلف الصالح وفي تاريخ الأجيال السابقة، أنه إذا سأل عالما انتهى الموضوع. أتعبد الله بهذا الرأي ويتحمل المسؤولية العالم فيما أفتى به، لأن الفتوى هذه أمانة، لا يجوز المسلم أن يفتي بدون علم، ومن أفتى بدون علم فقد تقحم جراثيم جهنم والعياذ بالله. جزاك الله خير يا شيخ. في نهاية هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل لكل الذين تابعونا وشاهدونا واتصلوا بنا عبر هذه الحلقة، كما لا أنسى أن أشكر القاضي الدكتور أحمد عطية عضو هيئة علماء اليمن قاضي التحكيم بمحافظة شبوة، شكرا جزيلا لك وجزاك الله ألف خير. أشكركم أيضا أنتم على حسن المتابعة، شكرا أيضا للمخرج ومهندس الصوت والأخوة المصورين الذين يبذلون جهد أيضا معنا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفقه يا من الفقه يا من
يا ما الفقه يا ما بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الفقه يمان. من خلال هذا البرنامج نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم واتصالاتكم عبر الأرقام التي ستظهر على الشاشة لاحقا، وسيتفضل بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها فضيلة القاضي الدكتور أحمد عطية عضو هيئة علماء اليمن قاضي التحكيم بمحافظة شبوة. مرحبا وأهلا بك فضيلة القاضي. الله يبارك فيك. حياكم الله ومرحبا بك قاضي أحمد. كالعادة نفتتح حلقتنا بموضوع قصير في دقيقتين، موضوع القرآن الكريم وارتباطه بشهر الصوم شهر رمضان واستحباب أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن، لكن البعض للأسف ينشغل إما لطبيعة عمله أو لبعض الانشغالات الخارجية عن قراءة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. من الموافقات العجيبة أن الله عز وجل ربط القرآن برمضان ارتباطا وثيقا، سواء كان في مسألة التنزيل أو في مسألة تقسيم الأحكام وإنزالها. لما نقرأ قول الله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، طبعا ليلة القدر وهي في رمضان، لما نقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر الضمير عائد للقرآن الكريم. هذا التوافق العجيب يتطلب من الناس ألا يتعاملوا مع القرآن في رمضان كما يتعاملوا معه في رجب وشعبان. وكثير من الإخوة المسلمين هدانا الله وإياهم مجرد ما ينتهي رمضان يجعل بينه وبين هذا الكتاب العزيز حاجز، حتى أنه يكاد ألا يفتح المصحف إلا يوم الجمعة ليقرأ سورة الكهف، ومن ثم تصبح هذه الفجوة وهذا الهجران مع هذا الكتاب العزيز. وأسلم طريقة لتوفير أكثر ختمات في هذا الشهر أن يسخر المسلم الصائم في أن يقرأ كل يوم 3 أجزاء. هذا الأسلوب وهذا البرنامج يجعلك أضعف الإيمان وأقل التقدير أن تختم المصحف في رمضان 3 مرات، ففي العشر الأولى مرة، والعشر الوسطى مرة، والعشر الأخيرة مرة، وإذا ضربنا في اليوم 3 أجزاء في 10 أيام 30 جزء. هذا أضعف الإيمان، مع أن البعض يقرأ أكثر، لكننا لا، ليس من المستحسن أن تكون قراءة يهرها هرا، بل الأفضل أن تكون قراءة بتدبر وتمعن وتأني حتى تؤتي أكلها. لأن القراءة المستعجلة صح سيختم 5 مرات 10 مرات، لكن ستكون الثمرة أقل. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ. هناك سائل يستفسر عن عدد الركعات في صلاة التراويح، يعني كم يصلي؟ هل يصلي 4 أم يصلي 8 أم يصلي 20؟ ماذا يصلي؟ كم يصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بالصحابة الليلة الأولى من صلاة التراويح صلى بهم 11 ركعة، لتكون المسألة فيها سعة. وإذا تعارض فعل النبي وقول النبي، وهذه قاعدة شرعية أصولية، فإنه يقدم قوله على فعله. تقول عائشة في الحديث الصحيح: ما زاد رسول الله على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. عمر جمع الناس على أبي بن كعب بعد فترة من الزمن على 23 ركعة، فتبقى المسألة فيها خلاف. من صلى 11 ركعة فبها ونعمة وجزاه الله خيرا، ومن أراد أن يزيد فمعه نص. ففي الحديث الآخر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا تعب أحدكم فليترب واحدة. يعني معنى هذا أن صلاة الليل ليس لها حد، قد تصلي 20 30 40 ركعة، المهم أن تختم هذه الصلاة الليلية بركعة الوتر. لكن الذي جرى عليه كثير من العلماء أن 11 ركعة هي الأنسب لحديث عائشة، وأخف على الناس أيضا. وأتذكر أنه مرة حصل خلاف في مسجد، هل نصلي 23 ولا 11 ركعة، واشتد الخلاف حتى كاد الناس يتضاربون على عدد الركعات وهي نافلة.
فقالوا نحتكم مع أول داخل من الباب. فدخل أحد العلماء فردوا إليه المسألة، قال أرى أنه ما في عليكم تراويح كلكم، لا 11 ولا 23. قالوا لماذا؟ قال لأن جمع كلمة المسلمين واجب والتراويح سنة، أتريدون أن تقيموا سنة وتهدموا واجبا وتختلفوا في المسجد وتتضاربون من أجل هذه النافلة؟ هذا ليس من العدل. ولهذا نجعل المسألة فيها سعة، لأنها تدخل في باب النافلة والمندوب. من صلى التراويح 11 فهو على خير، من صلى 23 على خير، من لم يصلي التراويح أصلا ليس عليه شيء، لأن ليست فريضة. فتبقى المسألة في إطار دائرة المشروع. لكن 11 ركعة هذا هو الذي جرى عليه عمل الصحابة والتابعين، وهو الذي عليه النص. عائشة تقول ما زاد رسول الله وهي من ألصق الصحابة بالنبي على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره. جزاك الله خير. أيضا سائل يسأل على أنه نذر نذرا إذا حقق الله له شيئا أن يصوم شهرا، والآن صعب عليه صيام هذا الشهر، كيف يصنع؟ أنا أنصح إخواني المسلمين جميعا ألا يدخلوا في النذر، لأن الدخول في النذر فيه نوع من الحرج وفيه نوع من المشقة. فقد جاء في الحديث الصحيح إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل. فالبخيل الذي يقول مقايضة يا رب، تشتيني أصوم نجح ولدي، تشتيني أصلي نافلة أعطني مال، تشتيني أفعل كذا أشفي مريضي. إنما هذا النذر لا يأتي إلا من البخيل. الأصل أننا لا ندخل في النذر ابتداء، لكن إذا دخلنا وألزمنا أنفسنا بالدخول في النذر وجب علينا القيام به، لقول الله تعالى وهو يصف أوصاف المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فقبل أن ندخل في النذر كان محظورا عليه، فبعد أن دخلت فيه انتقل الحكم من الإباحة إلى الوجوب ويصبح ما أنذرت به لزاما. لكن لو أن إنسانا أنذر بشيء وهذا النذر وجد في المستقبل أن فيه مشقة، مثل أن ينذر أن يصوم 6 أشهر، أو مثلا إنسان نذر أن يسافر من اليمن إلى مكة، يعني نذر فيه مشقة فيه شدة على المسلم، يستطيع أن يخرج من هذا النذر بكفارة يمين. جزاك الله خير. أولا نريد أن ننبه الإخوة المشاهدين جميعا أن البرنامج في مثل هذه الأوقات والأرقام الظاهرة على الشاشة لاستقبال أسئلة واستفسارات وفتاوى أو استفسارات المشاهدين، ونرجو من الإخوة الذين يبحثون ويريدون ويتواصلون عبر مسابقتنا مسابقة هذه اليمن أن لا يتصلوا في هذا الوقت، لأن هذا الوقت مخصص لبرنامج الفقه يمن. هم يشغلون علينا الخطوط ونحاول أن نجيب على أو نتقبل الاتصالات فتأتي كلها بحثا عن المسابقة، ليتركوا المجال للإخوة الذين يريدون أن يستفسروا عن أمور دينهم فقط. في الساعة 11 إلى الساعة 12 نستقبل اتصالات ما يخص بمسابقة هذه اليمن. أول المتصلين علي الضياني، فصل الخط. طيب معنا متصل آخر. طيب شيخ، أيضا فيما يخص صحة حديث صوموا تصحوا، البعض يسأل ما صحة حديث صوموا تصحوا؟ بالنسبة للحديث ليس صحيحا، هو حكمة من الحكم، ولكن مدلوله في الواقع صحيح. فإن كثير من مبتلى بالأمراض كأمراض السكر أو النقرس أو القولون العصبي أو غيرها من الأمراض يجدوا يعني روضة من رياض العافية في شهر رمضان، ويحسوا أنهم أقرب إلى العافية بإذن الله عز وجل من غيره، لأن الدسومات تخف والسكريات تخف، وأيضا إكهال يعني إثقال كاهل المعدة بالأطعمة يخف. فمن حيث الواقع الحكمة صحيحة، لكن من حيث سند الحديث كثير من العلماء يقول الحديث غير صحيح ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. امرأة تسأل أيضا عن أن زوجها طلقها وهي حامل، كيف تتعامل مع هذا الطلاق؟ الأصل في العدة للمطلقة 3 قروء، والقرء أن تحيض المرأة وتطهر ثم تحيض وتطهر ثم تحيض وتطهر، ويستثنى من هذه القاعدة الشرعية الحمل، لأن الحمل ورد فيه نص مستقل، قال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت في عدة الوفاة أو في عدة الطلاق. الحكم عام،
فإذا الرجل طلق المرأة وهي في الشهر الأول من الحمل لا نقول تقعد 3 أشهر أو 3 قروء، لأن ما فيش حيض، إذا حملت المرأة ما عاد تحيض، نقول انتظري حتى تضعين الحمل، فتكون عدتها إذا طلقت في الشهر الأول تكون العدة 8 أشهر على هذا الآية. وإذا مثلا طلقت اليوم وهي حامل ثم وضعت غدا انتهت عدتها، ولا نلزمها بأن تأخذ بالآية التي تقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لأن الحمل مستثنى من آية من القاعدة الشرعية التي هي 3 القروء. جزاكم الله خير. سائل أيضا يسأل بأنه يعاني من سلس البول وكثيرا ما يعني يخرج منه، فيسأل كيف يصلي خصوصا أنه يشك أو يخرج منه أثناء الصلاة. سلس البول هو مرض، ويجب على هذا الأخ السائل أن يلجأ إلى أقرب طبيب يتعالج، لكن إذا أصبح هذا ديدنه يخرج منه باستمرار لا شكا، لأن هذه نقطة مهمة يعني وجهها لإخواني المشاهدين، أحيانا جانب الشك يغلب على جانب الحقيقة. بعض الناس يخرج من الحمام يقول أنا شكيت كأنه خرج من ذكري شيء. هل سنطول في هذه، ستفصل طويلا؟ نعم. سنأخذ أم خالد من إب. لا، هناك يبدو مشكلة اليوم في خطوطنا، تفضل يا شيخ أكمل. فيحصل عنده شك أنه خرج من ذكري شيء، أنا حسيت وأنا في الصلاة أنه خرج شيء، شعرت ببلل في السروال. أحيانا قد لا يكون واقع هذا وحقيقة، وإنما مجرد شكوك وظنون، ولهذا لا ننتبه لهذا الشيطان الوسواس الخناس الذي يلعب على عقولنا في الوضوء وفي الصلاة. وبعضهم يدخل عنده الشك في الصلاة، يبدأ تكبير الإحرام الله أكبر، شوية قد بدأ في قراءة الفاتحة قال لعلي ما كبرت تكبيرة الإحرام، ثم يعيدها مرة ثانية وثالثة ورابعة، حتى أنه بعض الصلوات الخمس تنقلب إلى صلاة عيد من كثرة التكبيرات بسبب دخول هذا الشك الخطير الذي يأتي به الشيطان. الأمر الآخر، إذا تحقق أن هذا سلس ولم يجد له علاجا فإنه يكثر من السراويل أثناء الصلاة ويصلي ولو خرج البول منه فإن صلاة صحيحة. وما يدل على هذا حديث أم حبيبة التي استحاضت 7 سنوات كان الدم يخرج منها باستمرار، وليس دم حيض وإنما دم استحاضة، دم خفيف مثل الجرح يخرج منها، فشكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام 7 سنوات والدم يخرج منها، فقال النبي توضأ لكل صلاة وأمرها أن تعمل الخرق، يعني أمس الخرق واليوم الحفاضات أو الفوط النسائية، وقالت يا رسول الله عملت الخرق وما زال الدم يخرج، قال لها صلي وإن قطر على الحصير، يعني حتى لو خرج الدم واخترق الخرق ونزل على الفراش صلاتك صحيحة، لأن هذا أمر خارج عن الإرادة. جزاك الله خير. ناخذ عبد الله جبار من مارب، تفضل يا عبد الله. عبد الرب، يا أخي مسألني سؤال. تفضل. أريد أسأل الشيخ من شأن زكاة ثمرة الجلجل. السمسم. أيوه. نعم. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. سؤال آخر. الاسم عبد الرب مش عبد الله. عبد الرب جبار، تفضل. حاضر. طيب يا شيخ أيضا نأخذ سؤال عبد الرب، كان يسأل عن زكاة ثمرة الجلجل. بالنسبة للجلجل هذا هو السمسم. السمسم هذا المسألة تدخل في باب المحاصيل. أبو حنيفة وهذا رأي قوي جدا يرى على أن كل ما أنبتت الأرض يجب فيه الزكاة، من بر وشعير بصل طماط بطاط حتى الخضار تخلها، ويستدل بقوله أتوا حقه يوم حصاده. وحقيقة السمسم هو أقرب إلى البر والشعير لأنه حب يكال ويدخر، وعلى هذا تجب فيه الزكاة. إن كان مسقيا من السماء ففيه العشر، إذا مثلا يعني طلع 10 أمداد يخرج مد، وإذا طلع 10 أكياس يخرج كيس إذا كان مسقيا من السماء، وإن كان مسقيا بالآبار ففيه نص العشر، في 20 الكيس كيس، في 20 المد مد، وهكذا. جزاك الله خير. وقت حصاده. نعم وقت حصاده. يسأل سائل عن وضع مال، أنه وضع مال تحت المضاربة مع شركة من الشركات وهناك ربح وهناك خسارة، هل على ماله هذا الزكاة وكيف يزكي عليه؟ أولا بالنسبة للمضاربة هي صورة من صور الربح المشروع، أن أعطيك مالا
لتتاجر به، لك نسبة من الربح بجهدك ولي نسبة من الربح بمالي، وعلى كل طرف من الطرفين أن يزكي ماله في هذه المضاربة. إذا قدمت أنا مليون وأنت قدمت مليون، الأصل أنك تزكي مليون وأنا زكي مليون، فيلزم فيه الزكاة لأنه مال معروض للتجارة. ومعلوم حديث سمرة بن جندب، وهو حديث بسند صحيح، قال أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، وأي شيء معدود للبيع من كل أنواع البضائع التجارية، سواء كانت عقار، أراضي، أموال، أسلحة، ملابس، مواد غذائية، إذا حال الحول عليها فإنها تزكى، تقوم رأس المال مع الربح ويخرج الزكاة ربع العشر. جزاك الله خير. أم علاء من إيه، تفضلي يا أم علاء. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني شيء نستفسر عن اسمه، نسأل الشيخ. الشيخ معاك، تفضلي. يعني كان حامل لشهرين. نعم. وقفت يعني اسمه اخر شعبان، عذق يوم من شعبان، والان لحد الان ما طفرت، طفرت يعني يومين، ما بي طفرت ما بيني شيء. طفرت يعني يوم من الزكاة، ورجع لي يعني هكا الدم من جديد، يعني يوم طاهره ويوم ما طاهره، ايش يعني يعني اضطراب في الدوره، يعني هذا بعد السقط، اسقط بعد السقط يعني اربع ايام او خمس ايام بعد السقط، رجعت طهرت ما كان بيني شيء. ايوه واضح السؤال. طيب تسمعين الجواب، يعني رجع لي ورجع صمت يومين ورجع لي دحين من جديد. تسمعين الجواب يا ام علاء ان شاء الله. تفضل يا شيخ. موضوع السقط، اذا اسقطت المرأة فانها تأخذ حكم النفاس، وخروج الدم هذا الذي خرج منها يعتبر دم نفاس، لانه دم الحيض ينقطع بمجرد الحمل. وعلى هذا اذا كان لون الدم الذي يخرج هو لون دم النفاس كما تعرفينه، فعليك ان تعتزل الصلاة والصيام حتى يظهر علامة الطهر. لكن اذا شعرت بعد ايام بجفاف وشعرت بالطهر انه قد ظهر فيك، فعليك ان تبادري بالصيام والصلاة، ومن ثم اذا عاد مرة اخرى هذا الصيام صحيح، واذا عاد الدم مرة اخرى تتأكدي من لون الدم، اذا كان مثل دم النفاس تترك الصلاة والصيام، وان كان مغاير فإن الطهر الأول قد صدق وصحيح، وعليها أن تواصل صيامها وصلاتها. جزاك الله خير. سائل يسأل عن حكم البلغم يا شيخ، يعني الذي يخرج منه بكثرة، كيف يتعامل معه وإذا غلبه ودخل إلى حلقه؟ البلغم والنخامة كل هذه ليست طعاما ولا شرابا ولا تفطر، وحتى لو بلعها فإنها لا تنزل إلى البطن وإنما تظل في الجوف، ولهذا تعود مرة أخرى، وهو يحاول قدر الاستطاعة أن لا يبلعها إلا إذا دعت الضرورة، لكن يضع له مناديل في قميصه، فإذا ما جاءت هذا النخامة أو البلغم في الصلاة يضعها في المنديل، لكن لو ما في منديل ولا في وسيلة لإخراجها وبلعها لا تفطر. جزاك الله خير. معنا عبد الرقيب ناجي من عدن، مرحبا بك يا أخي عبد الرقيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك حال ضيفك؟ حياك الله يا أخي الكريم، وأتمنى أن تسأل اليوم سؤال غير مخلوط بالسياسة، تفضل. لأن الدين مربوط على السياسة. طيب انا لدي خال، تفضل. وكان احد الكوادر في الجنوب، وبعد حرب 94 الظالمه كان عنده فيله في خرب اكثر في مدينه البيضاء، يسمى، لو حد يعرفكم يعرفها، في مدينه البيضاء. هذه الفيله بعد 94 احد المتنكدين اخذها او اقتحمها، ووقف من شغله، فقر على الراتب من ضمن خليك في البيت، وقدم للمحكمة طبعا الابتدائية والاستئنافية والعليا بحكم الوثائق الموجودة بعقد ملكية البيت. نعم. وحكمت المحكمة الصالحة. الطرف الثاني المقتحم لم يحضر محكمة ولم يعين محامي. ظل صاحبنا أو خالنا قريب من البيت بحكم أنه استأجر بيت قريب منها مشان يشاهد بيته، وظل طوال 20 سنة يتألم، وكان يتابع الكهرباء، اكتشف في الفترة الأخيرة أنه فواتير الكهرباء لم تدفع وصلت إلى أكثر من 12 مليون خلال 20 سنة. في شهر رمضان أجالوا عقل الحارة وبعض الشيوخ والمقتحم إلى بيته وقدموا له اعتذار في هذا الشهر الكريم، في 7 يوم أو 6 يوم من رمضان قدموا له اعتذار
وقالوا سامحنا ونحن في شهر رمضان ونريد التسامح والاعتذار منك. فقبل خالي بحكم نوعا ما متزين وهذا الشهر الكريم. اعتذروا له فقط والا وعدوا بان يعيدوا له؟ لا اعتذروا له وذهبوا. وفي اليوم الثاني وجد الحراسه على الباب لا زالت مكانها والسياره تدخل تخرج على الفيلا. ذهب الى عاقل الحاره وساله قال له يا اخي انتم بقيتوا بتعتذروا وشاهد العسكر والبيت لا زال الاشخاص موجودون. قال له يا اخي طلبوا مني ان اذهب اليك للتسامح والاعتذار ولم يتطرقوا الى البيت. ما حكم الشرع طيب في هذا الموضوع؟ هل هو كفاره من المقتحم او اللي اخذ البيت المترفز؟ هل هو كفاره عنه؟ هل يقول شرعا البقاء في هذا البيت وخلاص اكتفى بالاعتذار؟ طيب تسمع الجواب. اما انه هذا البيت هو مقتحمه ولابد من عدته مع منهوباته مع ما سدد من الفواتير مع ما حصلت تغييرات في تركيبه البيت الداخليه. ايوه تسمع وضح تسمع وضح الجواب يا اخي عبد الرقيب. شكرا وضح جزيلا لك. شكرا شكرا الله يحفظك. تفضل يا شيخ. يعني هو يعني يذكر قصة أحد المتنفذين الذي اغتصب بيت أحد أقاربه تقريبا خاله، وبعد هذه الفترة كلها جاء ليطلب منه الاعتذار والمسامحة دون أن يعيد له الحق. الجواب إذا ثبت قضاء أن هذا البيت بيت خال السائل فعلى هذا المغتصب مغادرة البيت، فإن الحق لا يسقط بمجرد الاعتذار خاصة في الحقوق المادية والمالية، وإنما تسقط بإعادة الحقوق إلى أصحابها بعد ثبوتها شرعا وقضاء. وكان الأولى به ما دام أن الحكم القضائي في صالحه أن يقول ما الذي بعد الاعتذار؟ أليس بعد الاعتذار أن تغادروا بيتي؟ لكن كأنه قبل الاعتذار، كيف يقبل الاعتذار؟ الأصل أنه يقول اخرجوا من بيتي إذا ثبت قضاء، لا يقبل الاعتذار مباشرة. نعم. فالأصل في أنه نعتمد على الحكم القضائي 100%. يعني لابد أن يكون في هذا قضاء وفي طبعاً محكمة أيضا تبت في مثل لابد في فصل. وإذا ثبت قضاء فالدولة تقوم بواجبها في رد الحق لأصحابه وإخراج المغتصب. الدولة. نعم. برهان من؟ الجبري من صنعاء. تفضل يا برهان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن نسأل الشيخ؟ الشيخ معك تفضل. يا شيخ في بعض الناس يعني بيبصرني بعدين انا اشوف اي قناه في اي محدث يعني هذا يدي محاضرات اول ما يشوف هكذا يعني الى عن يسب هذا يعني سما و واضح السؤال. تسال عن ملاعنه العلماء يلعنك ولا يلعن من؟ لا يعني في شوف انا اي قناه فيها يعني شيخ هكذا يحدث ولا يدي محاضره ولا خطاب في يلعن من؟ فيقول الشيخ هذا كذا كذا يعني يلعن العلماء. ايوه. طيب تسمع الجواب يا برهان. يلا ما شاء الله. اتفضل شيخ. ايوه. هذه ظاهره سيئه جدا للغايه. إذا نصب الناس إداءهم لعلماء الإسلام فهذه بداية الكارثة. علماء الإسلام هم موقعين عن الله عز وجل وناقلين عن الله عز وجل، ولهذا ابن القيم لما ألف كتاب 4 مجلدات سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. وقضية التجرؤ على أننا كلما رأينا عالم يظهر على شاشة سببناه أو لعناه أو شككنا في نيته هذه بادرة خطيرة. من قال قال الله وقال رسول الله يجب أن نحترمه وأن نقدره لما يحمله من علم. وقد قيل في مقولة عن ابن تيمية أنه قال من أطلق لسانه في أعراض العلماء بالثلب أصابه الله قبل موته بموت القلب. وجاء رجل إلى ابن سيرين وجالس فتكلم على الحسن البصري وقال الحسن فيه كيت وكيت وكيت. دي من زمان هذه اسطوانة تكرر في كل زمان ومكان. قيلت في رسول الله وقيلت في رسول الذي ما يوافقني على رأي سأخرجه من الملة وهكذا. فقال ابن سيرين على مهلك يا رجل، هل غزوت الفرس؟ قال لا. هل غزوت الروم؟ قال لا. هل غزوت الترك؟ قال لا. قال يا سبحان الله، يسلم منك الفرس والروم والترك ولا يسلم منك أخوك المسلم؟ فيجب أن ننزه أنفسنا عن الكلام في عرض أي مسلم سواء كان عالما أو حتى بايع بقل في السوق. هو مسلم له حرمته
وله مكانته، لكن تزداد الحرمة أكثر عندما ننال من مقام الفقهاء ومقام العلماء ونتكلم على هذا ونسب هذا لأنه خالفني في الرأي، هذا وافقني في الفكرة. ولا يجوز بحال من الأحوال إذا اختلف العلماء في رأي ما أو فكر ما أو مسألة ما أننا نستخدم أسلوب السب أو التجريح أو التكفير أو التبديع ضد من خالف، بل الأصل فينا أن يسعنا هذا الدين جميعا وأن نأخذ هذه المسائل في دائرة الفقه الذي وسع من قبلنا. فمسائل الخلاف في دين الله عز وجل أكبر من مسائل الاتفاق. وليس المؤمن بالطعان ولا ولا لعان ولا فحش ولا بذي، هذا للعلماء ولا لغير العلماء. نعم، جزاك الله خير. فضل إبراهيم من صنعاء، تفضل يا فضل. فضل. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شهر كريم. علينا وعليك إن شاء الله. من معنا؟ تفضل. سؤالك أخي. أم أحمد. أم أحمد، تفضل يا أم أحمد. عشرين سال الشيخ الله يرضى عليك. الشيخ معاك يا أم أحمد. الله يحفظك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك. عشرين سال يا شيخ قطع الرحم. معنا أخي هنا ومقاطعنا ما حتى من عزوج تسقي عندي ونقتل. نقتل صغر منا بس مقاطع الرحم كلنا. مننا خمس خوات بس ما يزورش ولا واحد مننا. ويمنع عمو أخذ الزوجته حتى تهدرنا في التليفون ولا عياله يجوا عندنا ولا شيء بدون أي أسباب. واضح السؤال. بدون أي أسباب؟ بدون أي أسباب، والله الله الشاهد علينا. طيب أنتوا تحاولوا توصلوهم أو ت رحت عدة مرات، رحت مرتين لعنده وتنازلت له ووقفت له عند رجوله وقلت له يا أخي أنا قدامك كل اللي يرضيك تعمله فيه لو ناب أي غلط لا أرضيك باللي تفيه وانا واولادي هنا لعنده. قال ما في اي حاجه بس خلوكم في حالي وكم انا في حالي. طيب تسمعين يا ام احمد الجواب والنصيحه ان شاء الله. يلا الله يرضى عليك. ايش تسال الله يحفظك برضه. تفضلي. على لما حد يمتلك غلطت بنتي وهي صايمه يمتلك ماذا؟ شربت مي بدون عمد وهي صايمه قلنا واصلي عادي. طيب ما حكم هذا الله يحفظك. طيب تسمعين الجواب ان شاء الله. الله يستر عليك. امين واياك ان شاء الله. مشاهدينا الكرام سنخرج واياكم الى فاصل قصير ثم نعود ونستقبل اسئلتكم واتصالاتكم عبر ارقام البرنامج. نرجو من الاخوه الذين يريدون ان يشاركوا في المسابقه، هذا ليس وقت المسابقه، هذا وقت استقبال اسئله المشاهدين الكرام فيما يخص امور دينهم. فاصل قصير ثم نعود. الفقه يا ما